اول ليكتشر او اول محاضره في الكورس بتاعنا هنتكلم فيها على سمارت بيلدينجز انترودكشن او مقدمه على المباني الذكيه. الكونتنت بتاعت اول سيكشن هنتكلم فيها على الفاونديشن اوف سمارت بيلدينجز او اساسيات المباني الذكيه. السيكشن ده مكون من 3 سب سيكشنز. اول سب سيكشن فيهم هنتكلم فيه عن الديفينيشن اوف سمارت بيلدينجز او تعريف المباني الذكيه. تاني سب سيكشن هنتكلم فيه عن اتريبيوتس اوف سمارت بيلدينجز او سمات المباني الذكيه. اخر سب سيكشن هنتكلم فيه عن السمارت بيلدينجز بزنس درايفنج اند فاليو. عندي وبحسن الخدمات اللي بقدمها للناس، وطبعا بحسن الكوست، بقلل الكوست، بعمل كوست ريدكشن. فدول الخمس او الفرد صاحب المبنى معتمد على السيستم دي، حقق التكنولوجي وحقق الانتجريشن وحقق فليكسبيليتي او المرونه. فدي بتدل ان في بيزنس بوتنشال عالي جدا في السمارت بيلدينجز السنين الجايه، سواء من الحكومات او من رجال الاعمال او من